هذا كما ألقت السلطات التركية القبض على رئيس بلدية منطقة أورلا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك للاشتباه في صلته بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016. هذا ويعد رئيس البلدية هو أول مسؤول بالسلطة المحلية من حزب الشعب الجمهوري يلقى القبض عليه منذ انتخابات مارس الماضي.